شاغر آخر روايات كاتبة الأطفال البريطانية ذائعة الصيت جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة اللي شفتوا بأنه الكتاب نفذ من الأسواق، الفيلم حقق إيرادات هائلة في البلوك باسترز، والآن قدمت سلسلة أو كتاب جديد من نوع تاني كومبليتلي. والحلو في الموضوع هذه المرة أنه ترجم إلى اللغة العربية، وتتوجه في هذا الكتاب إلى الكبار مثل ما ذكرت. سنتعرف أكثر عليه مع رنا الحايك المحررة في دار نشر أشيت أنتوان. رنا أهلا وسهلا فيك. أهلا، شو الأخبار؟ تمام ماشي الحال. خبريني، لماذا الاختيار لهذا الكتاب وهذه الكاتبة بالذات؟ نعم، هو الحقيقة بالنسبة لكتاب جي كي رولينج أو يعني المؤلفة جي كي رولينج، هي شهرتها سابقتها هاي المؤلفة بسبب سلسلة هاري بوتر اللي حكيت عنها. اختيارنا لهذا الكتاب كان لأنه حدث استثنائي، هي لأول مرة هاي المؤلفة بتعمل كتب للراشدين مش كتب أطفال مثل ما عودتنا بهاري بوتر. وكان في تحدي كبير قدامها، كانوا يعني دور النشر والقراء كلهم بترقب انه هل حتقدر ترفع هذا التحدي ولا لا، لانه برعت بهاري بوتر، فمن المنتظر نشوف كيف كيف حيكون ادائها بس تكتب نص للكبار. فاخترنا الكتاب لانه فرصه لا تعوض، يعني أكيد. حدا بهالقامه نقدر ننقل نصه للغه العربيه ونوصله للقارئ العربي. حلو، منصب شاغر اسم الكتاب بالعربي، كاجوال فيكنسي بالانجليزي. عارفين شوي عن الكتاب وعلى ايش تروي قصته؟ هي بالحقيقه الحبكه كثير بسيطه، بس قيمة الكتاب الحقيقية مش بس بالحبكة وبتطور الحدث اللي فيها، وإنما أكثر بمستويات عديدة. إذا بتقرأ الكتاب بمستويات عديدة بتكتشف إنه بيتحمل تقرأ بعمق كتير كبير، لأنه شطارتها للكاتبة كانت بأنها تناولت حبكة بهالبساطة، بس قدرت من خلالها تخلق عالم فعلا متكامل عميق و غير مرتبط بحيز جغرافي ومكاني مثل ما بيدعي. يعني هو مفروض انها رواية بتدور احداثها بالريف الانجليزي، بسبب شغور منصب بمجلس احدى البلدات، بيصير في انتخابات ليلاقوا عضو تاني بدال اللي توفى. انطلاقا من هاي الحبكة البسيطة بتفتح لك على عالم هيدي الكاتبة من التناقضات، مجتمع في ما فيه من العيوب، كانت غرائز مدفونة وفجأة طلعت. نعم، يعني حتلاقي في جو مشحون من بين معارك طبقية بالمجتمع، حتلاقي عنصرية، حتلاقي في هيدا على مستوى اجتماعي، حتلاقي في حزام البؤس التقليدي والمهمشين اللي عايشين فيه، حتلاقي في على مستوى العائلات توترات كمان، وعلى مستوى كل فرد بالعائلة تناقضات ونزعات. فبصراحة هي النبوغ تبع الأساسي للكاتبة إنها كانت أكثر كمحللة نفسية مما هي روائية، قدرت بمهارة عالية وبكفاءة فعلا استثنائية، يعني إنها تشدك على مدى 600 صفحة بحبكة هالقد بسيطة، بس إنك تتابع التطور الدرامي تبع الشخصيات هيدي، تصرفها بهيدا المحيط وتحركها، العلاقات اللي بتجمعها بين بعضها الاجتماعية والعاطفية والعائلية، والنزعات بالنفس، يعني بالنفس البشرية تبعت كل شخص لوحده. هون مكمن القوة تبع الرواية، يعني شيء بذكر شوي بدوستويفسكي بصراحة. صرنا زمان ما شفنا رواية، وأنا عم بحكي عنها بهالحماس لأني قارئة نهمي للروايات فبتطلع كتير. صرنا زمان ما شفنا رواية هالقد محبوكة بشكل عن جد استثنائي، حلو لأنه كتير طبيعي وسلس وبنفس الوقت عميق. حلو، ظاهره بسيط ولكنه كتير عميق، وكل شخصية من الشخصيات خارجين كتب عنها كتاب لحالة، أو كل حدث صغير خارج يكون قصة لوحده. حلو، حنرجع شوية للكتاب وسرده وترجمته، لكن خلونا نشوف مع بعض لقطات اللي التقطتها كاميرا ببيروت في حفلة صغير للإعلاميين لتوقيع الكتاب وإصداره، ونشوف مع بعض. تفضلوا. أطلقت
دار أشان أنطوان النسخة العربية من رواية منصب شاغر للكاتبة البريطانية جي كي رولينج نهار الثلاثاء في 18 حزيران 2013 ضمن لقاء صحفي جمع كل محبي القراءة وخاصة للكاتبة التي أمتعتنا لسنوات طويلة بمغامرات هاري بوتر الشهير. كتير أشخاص بدهم ياخدوا حقوق الترجمة بجميع اللغات، وكان كتاب لأول مرة بيعملوا بد بدون ما نقرأ الرواية قبل ما ناخدها. دونك كنا كلنا موجودين بدنا نعمل هالبد. تحضيرات لإطلاق كتاب جي كي رولينج ما كان سهل، لأن تعرفي كاتبة كبيرة بهذا الحجم في عندها كتير restriction، يعني تشتغل باي ذا بوك. يعني كان في هيدي الحساسيه انه احنا نقول هيدا الكتاب منه موجه للفتيان للمراهقين، لانه فعلا فيه قصص اعمق وابعد وبيتناول قضايا يمكن مجتمعيه اكثر، فعمليا لا تناسب للمراهقين. شوفي انا قريت إذا هي 600 صفحة وأنا قريت 50 صفحة قدي بيكون، يعني ما بعرف أنتم عملوا الماتيماتيك، بس أنا بقول لك ب 55 صفحة قدرت أضحك، قدرت أبتسم، وقدرت أبكي مرتين. عند القدرة جي كي رولينج فظيعة أنها تاخذك على هذا المحل، تاخذك على العالم اللي هي خلقته. رواية حلوة، يعني فعلا فعلا اللي ما بيقراها بيكون في منصب شاغر بالمكتب اللي فوتها على جواته. هذا الكتاب يلي هو منصب شغل جي كي رولينج، هو في اكيد كثير كبير اشتغلت وتعبت عليه. بطلب من كل القراء يعطوا فرصه للكتاب العربي خاصه المترجم ويقروا هذا الكتاب، وانا اكيد انه راح يعجبهم. الكتاب زكي، منه كتاب انه كثير كثير وتي الكتاب، وفي شغله ثانيه كمان كثير مهمه فيه، انه يفرجيكي وجه العالم اللي عاده بتكون مخبيه، او اوقات هيك اصناف من التصرفات اللي بتكون مش متوقعتيها. الحلو بكتاب رولينج هو انه ما بتعبر، ما انتبهت انه ما عم بتعبر ولا شعور عبرت عنه بكلمه مثل ما هي، عاده عم بيكونوا تصرفات، وهذا الشيء كثير زكي وعاده بقدره بالكتاب. حلو، هيدي كانت اجواء انطلاق او توقيع الكتاب، ما كانت موجوده بس انه كان اكثر جمع للاعلاميين او الاعلان عنه ومكان وجوده اللي راح يكون اكيد في مكتبات انطوان، وهو اللي اشت انطوان. قديش لازم يكون في وفاء للنص الاساسي، او قديش ما كان في اي اجتهاد عند ترجمته للعربيه؟ شوف بشكل عام الترجمات نحن بنحرص ان دائما تحافظ على روح النص وعلى الامانه، الامانه كثير مهمه، وانها تحافظ على الاسلوب تبع الكاتب. هيدي قواعد عامه بتطبق على كل كتب المترجمه. بحاله جي كي رولينج نحن اوقات لانه بنستنسب اشياء طبعا بنتواصل مع الايجنت او الكاتب او الدار اللي مطلع الكتاب باللغه الاجنبيه، ودائما بصير في تنسيق معهم بحال لقينا في اشياء معقوله تصدم القارئ العربي او لازم نشيلها او نغيرها او نطوعها شوي. بحاله جي كي رولينج بصراحه كانوا هن كثير الايجنت ستريكت انه لازم يضل النص مثل ما هو، ما كثير، فبصراحه ما كثير تدخلنا بهي الحاله تحديدا يعني. فهو النص مثل ما هو معرب، وهون فينا ننوه بشغل المترجمة بصراحة دانيال صالح لترجمة الكتاب، عملت شغل كتير حلو تحديدا لأنه النص تبع جي كي رولينج منه نص إنجليزي بديهي، يعني لغتها كتير صعبة، منها اللغة الإنجليزية، يعني حتى حدا أنجلوفون إذا عم يقرأ الكتاب حيستصعب بعض الكلمات، فكان كتير صعب ترجمته. مع هذا وكله ترجمته بلغة كتير سلسة والعربي حلوة، وقدرت تحافظ على قديه هو مؤثر. حلو، حلو كتير. طيب قديش في رأيك في إقبال على الكتب المترجمة في الوطن العربي؟ في
أنا برأيي فيه. هلأ طبعا هي محصورة شوي بحلقة نخبوية إذا بدنا نقول، طبعا ما فينا نعمم كمان في حسب أي قطاع عم نحكي، يعني عندك كتب بتتراوح من بين كتب الطبخ لحد الأدب النخبوي، بس بشكل عام القارئ العربي على عكس ما يشاع، أنا برأيي وما في ادعي كتير المعرفة، بس حسب ما بسمع حوالي مش بس بصفة المهنية، بحس إنه في تعطش للكتاب الأجنبي. الناس اللي بتحب تقرأ بتحب تقرأ الأشياء المترجمة، وهذه واحدة من ميزات العولمة القليلة يعني اللي لازم نستثمرها، إنه يقدر القارئ العربي يوصل لقد ما بيقدر معرفة بلغات أجنبية. فأنا بلاقي إنه في طلب بلا على الكتاب المترجم. المشكلة بس إنه في بعض الناس بتترجم بطريقة مش كتير حلوة، الترجمات تبقى معمولة على عجل ومش كتير معتنى فيها، فهذا الشيء بخلي القارئ أوقات يتوجس من الكتاب المترجم ويعتبر إنه ما بضمن يعني ترجمته. فبس بعتقد إذا قومنا شوي وصححنا حركة النشر الترجمة بتعود الأمور للنصابة، لأنه القارئ بحب اللي ما عنده لغه اجنبيه يطلع على كل الانتاجات الاجنبيه. حلو. اكيد رانا، لكن في الاخير لازم ننصح الناس انه لازم هذا الكتاب ينضم لمكتباته. طبعا بدون ادنى شك، بس بدي اقول للعالم ما يزهقوا من بعد اول 50 60 صفحه، ممكن يحسوا الايقاع بطيء. ولكن يعطوا حالهم فرصه، بس تمروا اول 50 صفحه لتكون عم تحط الديكور يعني المؤلفه، وبعدين حيتعلقوا بالكتاب من حيث لا يدرون. حلو. منصب شاغر لجي كي رولينغز، اللي هي اللي قدمت لنا سلسله هاري بوتر، وهذا اول كتاب يترجم للعربيه بموضوع جديد وخط جديد لجي كي رولينغ. ثانك يو رنا، شكرا جزيلا لك، واكيد بنقول لكل المشاهدين انه هذا الكتاب موجود في كل مكان.